السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، البداية اسمحوا لي نعبر لكم على السعادة ديالي بالحضور معكم أول جلسة لي في هذا الموعد الدستوري، وكذلك باش نعبر على الاعتزاز والشكر لصاحب الجلالة نصره الله على الثقة اللي وضع فيا بتكليفي بهذه المسؤولية. وبهذه المناسبة كنأكد لكم السادة النواب السعادة دي التام للتعاون معكم جميعا أغلبية ومعارضة، وأبواب الوزارة غتكون ديما مفتوحة وأنا مستعد نستقبل كل النواب. وبالنسبة للسؤال ديالكم السيد النائب المحترم، ضروري ما نأكد أن بلادنا تمكنات بفضل مختلف المخططات الفلاحية لا سيما المغرب الأخضر من ترسيخ الأسس ديال الأمن الغذائي. فعلى الرغم من الضعف الكبير في التساقطات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأسواق لم تعاني من اختلالات في التموين أو الغياب ديال المنتجات الغذائية. وغادي نوصلوا من خلال استراتيجيه الجيل الاخضر تعزيز الامن الغذائي عبر اولا تنميه تاهيل السلاسل الفلاحيه من خلال عقود برنامج مع المهنيين، ثانيا تحسين الظروف ديال التسويق والهيكله ديال سلاسل التوزيع، وكذلك توفير موارد مائيه جديده اللي غتجي اساسا من تحليه مياه البحر، وان شاء الله غنوفروا 1,700,000,000 متر مكعب. شكرا سيد الوزير. طلبوا من الاخوان الصحفيين باش شكرا. ستحقق بالاستيراد، فشلتم السيد الوزير في المعارضة في تحقيق امن الغذائي للمغاربة باعتمادكم على الاستيراد، واكبر دليل هو قطاع اللحوم الحمراء. في هذا الميزانية وفي هذا القانون المالية الإجراء البسيط واليتيم الذي دمعتموه انه رفع الرسوم الجمركية على استيراد الابقار وكذلك اللحوم الحمراء، أتعتقدون بهذا الإجراء ستحققون؟ لأن هذا الإجراء سبق أن فعلتموه. الله غادي نحققوا الأمن الغذائي ديال السيادة الغذائية، ماشي الأمن الغذائي ولكن السيادة الغذائية ديال بلادنا، لأن عندنا استراتيجية واضحة باش نوفروا واحد الكمية ديال الماء في الأول ديال كل موسم، وحنا كنشتغلوا لا من المحطة ديال التحلية لا من النقل بالأحواض ولا باش لنا جميع المدن الساحليه. شكرا سيد الوزير.